تعالوا نروح لزميلي محمود جميل من العالمين الجديدة اللي هيقول لنا آخر الأخبار والفعاليات من قلب المهرجان. محمود مساء الخير، وإيه الجديد عندك؟ مساء الخير عليك يا ليلى، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة، ويمكن الجديد هي الأنشطة المتزايدة اللي كل يوم بتكون في منها جديد في المنطقة الشاطئية اللي احنا موجودين فيها. ويمكن من ورايا يكون الصورة باينة في الأطفال اللي موجودين، العجل اللي موجود، بعض أعمال اللياقة اللي الأطفال بيمارسوها، وكل اللي موجودين هنا في المنطقة الشاطئية بيمارسوها، وحالة الازدياد والإقبال من الزائرين ومن السائحين على مدينة العالمين الجديدة، وتحديدا على المنطقة الشاطئية. المنطقة الشاطئية اللي احنا موجودين فيها خلاص بقت من أشهر المناطق اللي موجودة هنا في مدينة العالمين الجديدة، وتلقائيا الأسر بيقبلوا عليها على طول بمجرد ما بينزلوا، طبعا بعد بقى ما يقضوا الصبح طبعا على البحر وعلى الشواطئ الجميلة، يبتدوا ان هم يتجهوا بقى للأماكن اللي فيها الفعاليات. والحقيقة النهاردة المنطقة الشاطئية كان فيها عدد كبير من الفعاليات المميزة، وعلى رأسها طبعا الفنون الشعبية وفرق التنورة والسيرك القومي. والحقيقة الأطفال بيكونوا مبسوطين جدا بفكرة السيرك القومي اللي بتكون موجودة، وكمان النهاردة كان عندنا فرقة المانيا للفنون الشعبية وفرقة الأنفوشي اسكندرية. فالحقيقة كان في تنوع مختلف، خاصة ان احنا بدأنا نشوف بقى الأطفال يأجروا العجل ويبتدوا ان هم طبعا ياخدوا جولة كده في المنطقة الشاطئية بالعجل، ويكونوا مبسوطين والأسر معاهم. بالإضافة أن طبعا الأطفال خلاص على موعد مع قرب افتتاح مهرجان نبتة اللي هيكون يوم 15 أغسطس. والحقيقة الفنان أحمد أمين النهاردة كان بيعلن عن المفاجآت أو على الفعاليات اللي هتكون في مهرجان نبتة. وطبعا نبتة هي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمختصة بالمحتوى الخاص بالطفل، كل ما يتعلق بالطفل من مسابقات، من برامج ترفيهية، من محتوى تعليمي خاص بالأطفال. فالحقيقة هنشوف محتوى جميل جدا الفترة اللي جاية من خلال مهرجان نبتة، واللي هتبدأ بأول ورشها يوم 16 بحضور عدد من الفنانين. خلينا أقولك كمان من النهاردة يعني كنا بنتابع بعض المظاهر الجميلة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، ويمكن في صباح اليوم كنا موجودين في أحد الشواطئ المهمة في مدينة العالمين الجديدة، واللي يمكن ده من أكتر الشواطئ اللي فيه عدد كبير من السياح الأجانب. وده بيرجع للي كان بيتكلم فيه وزير السياحة والآثار أثناء زيارته لمدينة العالمين الجديدة، إن احنا عندنا 104 جنسية من مختلف دول العالم موجودين هنا على أرض مدينة العالمين. النهاردة كنا بنصور على الشاطئ، فأدي هم كانوا مبسوطين ويعني بأن هم موجودين في مدينة العالمين الجديدة. وبدأنا نشوف مدينة العالمين مزار سياحي ووجهة سياحية مهمة، أن هي تستقطب دلوقتي 104 جنسية، بخلاف طبعا الأعداد المتزايدة على مدار الأيام، وخاصة يوم بعد يوم من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بنشوف عدد كبير من الزائرين اللي موجودين. كنا كمان النهاردة في جولة في معرض تنمية الأسرة المصرية. المعرض ده معرض جميل جدا موجود في أرض المعارض، ومنطقة أرض المعارض لأول مرة بتكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة وفي مهرجان العالمين في نسخته الثانية، لكن إدارة المهرجان والشركة المتحدة حريصة على تواجد كل الفئات وكل المشاركين في مهرجان العالمين بمختلف الفئات ومختلف الأعمال. النهاردة كنت بشوف أعمال الهاند ميد اللي موجودة في المعرض، مشاركة ما يقرب من 76 من العارضات السيدات العظيمات اللي الحقيقة كنا بنشوف النهاردة إبداع مختلف موجود في المعرض. بالإضافة أن احنا طبعا بكرة بقى هيكون عندنا بعض الفعاليات الخاصة بسباق السيارات لطلاب الجامعات، هيكون بحضور وزير التعليم العالي، وهيكون في فعالية كبيرة جدا بكرة خاصة بسباق السيارات، ودي مسابقة خاصة بالجامعات المصرية. النهائيات هتتلعب بكرة وهتكون موجودة على أرض مدينة العالمين الجديدة. بالإضافة طبعا إلى أن إدارة المهرجان أعلنت عن حفل الموسيقار الكبير الفنان عمر خيرت مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس، هيكون يوم 22 أغسطس.
بالإضافة إن إحنا هيكون عندنا يوم الخميس دوري الساحل للسيدات. كان عندنا دوري الساحل للرجال كان بمشاركة 12 فرقة، لكن الحقيقة السيدات مشاركات بقوة في مختلف الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة. فهنشوف دوري الساحل الخاص بالسيدات يوم الخميس، بالإضافة طبعا إلى أنه يوم الجمعة هيكون حفل مسار إجباري وحمزة نمرة، وهيكون طبعا انطلاق مهرجان الطعام، بالإضافة أن احنا هيكون عندنا طبعا مسرحية التلفزيون اللي هتنطلق الأسبوع ده طبعا مع الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، هتكون طبعا بالتعاون بين الشركة المتحدة وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية. فالحقيقة في تنوع مختلف وكبير جدا في الفعاليات، وعدد كبير من الحضور من مختلف الفئات ومن مختلف الأعمار اللي بيكونوا موجودين في مدينة العالمين الجديدة بيستمتعوا بكل الأجواء اللي موجودة، سواء الصبح بالبحر أو حتى بالليل بالاستمتاع بكل الفقرات اللي موجودة والعجل، وطبعا الأطفال هنا مستمتعين ومبسوطين جدا بكل الخدمات اللي موجودة ليهم. والحقيقة الشركة المتحدة حريصة على توافر كل الخدمات لكل الزائرين، يعني المكتبات المتنقلة اللي كنت بتتكلمي مع طبعا ضيفكم الكريم وخدمات وزارة الصحة في شارع الصحة، بالإضافة كمان إلى أن في مدينة العالمين وعلى الممشى السياحي في بعض الخدمات الخاصة بالمرور والخدمات الرقمية الخاصة بتجديد الرخصة، ببعض الخدمات الأخرى الخاصة بالمرور. فالحقيقة كل الخدمات هنا موجودة وبتناسب وتليق بكل الزائرين وبكل رواد مهرجان العالمين الجديدة، كمان في الكافيهات اللي موجودة وكل الأعمال المختلفة اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. ويمكن طبعا كمان احنا بنتابع الحركة المتزايدة على الفعاليات الرياضية والحجز المختلف على كل الملاعب اللي موجودة هنا، سواء البادل أو حتى كرة القدم أو الفولي بول، واللي هيشهد عدد من طبعا الفعاليات الخاصة في مدينة العالمين الجديدة وفي المنطقة الشاطئية. وبالتأكيد يعني فعاليات كبيرة موجودة بتنتظر كل العشاق للفعاليات الفنية. كمان المسرح الروماني النهاردة كان بيستضيف بعض فرق الأندر جراوند في المسرح الروماني في المدينة التراثية، وده طبعا حرص من الشركة المتحدة على دعم الموهوبين ودعم النوع ده من الفن، سواء الراب أو فرق الأندر جراوند بشكل عام. والحقيقة الأسبوع اللي فات كانوا بيقدموا فرق أو كانت بيقدموا عروض جميلة جدا في المسرح الروماني، منها فرقة كود مصر وبعض الفرق التانية. فالحقيقة كمان امبارح كان عرض الليلة الكبيرة في المسرح الروماني. فمهما تكلمنا الحقيقة مش هنقدر نخلص كل الفعاليات اللي موجودة، وبقت بتكون بتتزايد كل يوم. يعني هنا في المنطقة الترفيهية في بعض الأنشطة اللي بتكون متزايدة يوم بعد يوم بالنسبة للأطفال. فعلا يعني يا محمود زي ما بتقول كل يعني يوم فعلا في جديد في مهرجان العالمين، وفي أنشطة بتغطي كل المجالات وبترضي جميع الأذواق. أنا بشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، كنت معانا مباشرة من العالمين الجديدة.